عن مشوار تاني خالص في حياتك، هو مشوار ام كلثوم، بس ام كلثوم المسلسل. هل ده اشبع رغبتك انك كنت في يوم من الايام نفسك حلمك انك تشتغل مع ام كلثوم وده جه عوضك شويه؟ لا، هو الحقيقه اشبع رغبه اخرى جوايا في حمايه ام كلثوم. يا سلام. في حمايه من احب. انا دي دايما مشكله عندي، اني بحس اني مسؤول عن اللي بحبهم. لما جاني مسلسل ام كلثوم، اولا محفوظ عبد الرحمن ده طبعا مع حفظ الالقاب، استاذ محفوظ ده يعني من اعز الناس على نفسي، بحبه جدا، وفي اقتراب عقلي، في لقاء عقلي، لقاء فكري كده ما بيني وما بينه دايما. فلما كلمني في المساله دي والله ما خدت ثانيه اقول له ولا لا ولا فين ولا ليه ولا مين اللي هينتج ولا هاخد كام. قلت له انا معاك. والحقيقه كنت بقول انا معاك صحيح لمحفوظ، للشخص، للانسان اللي انا بحبه، لكن كمان للست ام كلثوم. للست. كنت خايف قوي اسيبها للعيال. يعني يا سلام. لانه انا هشتغل معاها شغل الجواهرجي مع حته الالماس. يا سلام. هم هيشتغلوا معاها، او يعني نسبه كبيره منهم ممكن، الله اعلم مين اللي بيحبها زيي. لكن يعني ما تضمنش يشتغل معاها ازاي، ما تضمنش يعاملها ازاي، وهي ما تستحملش ده. مش دلوقتي وعيب. وافقت مباشره. جه بعدها استاذ ممدوح الليثي كلمني. جت مدام انعام برضو مره اخرى. انعام محمد علي من الشخصيات العزيزه جميلة. والجميله والمصدقه والطيبه والكذا والكذا. عرفت ان هي المخرجه، وعرفت ان انا حشقه في المسلسل. هتشقى. حشقه بجد. انا عارف انعام. الشقه من الاسم المخرج. انا عارف انعام. لا انا عارف انعام. ليه، مزعجه ولا ايه؟ لا بالعكس. بس امينه جدا. ودقيقه جدا، ولا تقدم تنازلا واحدا خالص ابدا. ما تعرفش كلمه تنازل. انعام اذا تنازلت يحصل لها حاجه. ما تعرفش تنازل كويس. قبلنا يعني اقول لك شقه ده يعني شوف، انا توقعاتي ان احنا مثلا هنشتغل في المسلسل 3-4 اشهر. ست اشهر. اشتغلنا 3 سنين. 3 سنين في المسلسل؟ والله العظيم 3 سنين. منهم سنتين تحضير وتسجيلات خفيفه. وسنه عزق. ياه. ده يمكن اطول مسلسل في التاريخ. اطول مسلسل في التاريخ. ده زي اطول يوم في التاريخ. ايوه ده. المقدمة الجميلة اللي انت عملت الخليط من الالحان ده، جات لك ازاي الفكرة؟ شوف، انا فضلت ال3 سنين مش عارف هعمل ايه في مقدمة ونهاية المسلسل. والله العظيم اقسم بالله ما عارف هعمل ايه خالص. بقيت قاعد اقول يا رب، الهمني بتتر يا رب، ما يبقاش كل الغنى ده وفي الاخر انا اللي بخش اقول للناس سلام عليكم. وانا اللي بخش اقول للناس اقعدوا بالعافيه. صحيح. انا اللي بخرج من المسلسل، وانا اللي بخش من المسلسل. لو استهلالي، انت عارف كانوا يعلمونا في البلاغه يقول لك براعه الاستهلال. اول ما تخش كيف تبدا الكلام. وانا مؤمن بده في التترات. ان دي سلام عليكم بتاعتي. صح. يا تحيه جيده، يا الناس هتسيبك وتمشي لما تكون بتعمل لهم ايه. او على الاقل هتشتمك انت وتنبسط من المسلسل. فضلت مش عارف لا حير ولا دير. عارف ان انا لازم ابني على اغاني ام كلثوم. لكن ازاي يبقى تتر لام كلثوم وما بتغنيش فيه ام كلثوم؟ ازاي؟ حاسس ان دي نقطه ضعف فظيعه، وعمال افكر لها في حل ومش لاقي الحل. الى ان في ليله نايم، والله يا احمد زي ما بقول انا نايم دماغي بتفكر، يعني وانا نايم دماغي بتفكر في التتر. سمعته زي ما انت سمعته كده. سمعته والله العظيم اقسم بالله. برضو اجين مره تانية بقول لك، مدام انعام عايشه وتعرف القصه دي. صحيت الصبح، صحيت من نومي مفزوع، جنبي ريكوردر. برضو بناء على نصيحه من الاستاذ عبد الوهاب، قال لي خلي جنبك ريكوردر، يجي لك اي خاطر حطه على الريكوردر. دوست على الريكوردر، رحت قايل هنبتدي برضاك، بعدين رق الحبيب، بعدين ذكريات قصه حبي، كذا كذا كذا.
ونايم. نمت. مكمل نوم بقى. نوم هادي جدا. صحيت الصبح كلمت مدام العام قلت لها طمني تفرق معايا. خلاص. انا سمعته. انا ما تعبتش في توزيع ولا كتابه التتر والله العظيم سمعته بيتعزف. يا خبر ابيض. ثلاث سنين بتدور وجات لك كده. ايوه جات لي وانا نايم كده واتعزف. اتعزف في عقلي. فما كنت ما عانيتش ابدا في الكتابه. سامعه. وكان وده اللي جاب لك الختام. ولا هو ما انا بقول لك لقيت الاثنين. انا لقيت الاثنين معايا. بس تعبت في المسلسل نفسه يعني. انت اللي غنيت للاصابجي؟ انا اللي غنيت للاصابجي. انا غنيت للاصابجي. شوف شوف الكارثه. الله يرحمه الشيخ سيد محمد حسن وقف معايا برضو في المسلسل ده. هو اللي عمل غناء ابوها. جميل. كان فظيع. كان هو كان راجل بديع الحقيقه. كان جميل. وانا كنت مسافر اعمل قسطره في اثناء ما هو ثلاث سنين. انا عملت فيهم يجي 20 قسطره. لسه هنتكلم على القلب ده. انت بقيت صديق الدكاتره بتقول لي ان القصه بتبقى قاعده تتفرج. بس هنتكلم بعدين. كان لازم تصور الأصاب دي هو بيعمل رأي الحبيب. فاكر انت؟ طبعا. فالشيخ سيد راح هو اللي غنى. ما كانش ينفع انه يبقى هو ابو ام كلثوم وهو الأصاب دي. ما تنفعش. ايوه بالظبط كده. فانا قلت لها خلي الشيخ سيد يغني وانا اما يجي هغني. اما اجي انا اما ارجع من امريكا ولا من فرنسا وقتها الله اعلم كان فين هغني. لا اعتقد كان امريكا. كان امريكا مش مشكله. كان امريكا. فلما ارجع هغني مكان الشيخ سيد. انا لما قلت كده انا ما خدتش بالي اني هقابل اغرب مشكله في حياتي اللي هي الشيخ سيد ده كان لما يسحب نفسه يشد اكسجين الاوضه. الله يرحمه. كان نفسه طويل. والله. والله العظيم. يعني بسهوله كده ياخد له مثلا 36 40 45 ثانيه مغنيا. يعني مش ياخده ويكتمه. لا ياخده وهو بيغني. فيقول لك رقي الحبيب قاعد مكمل. فكله من 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 الانفاس العيار الطويل. وانا راجع من قسطره بلقف. يا صحيح. فجيت اقول ورايا نفسي بقول رقي الحبيب. قلت لها لا خليكي بالشيخ سيد لحد ما الم نفسي واشوف اعرف اعمل ايه فيها دي. المهم بقيت لما يجي يخلص نفسي ادي نفسي اي حته عشان هندسيا اكمل من قبلها. يعني اعمل وصله هندسيه. زي ايه؟ انت كمستمع ما تاخدش بالك منها. يعني اروح اعمل مثلا رقي الحبيب هيخلص نفسي اهو. فاقول ايه اعمل كده. هز صوتي هزه. واجي قبل الهزه واقوم واقف. واقف بالمكنه يعني. وابتدي اغني انا وتخش المكنه عليا تسجل. من قبل الهزه. فاكمل ابقى ما خدتش نفس. ابقى زي الشيخ سيد يعني. وفضلت ماشي بالسيستم ده. وطلعت انا كمان واحد من اطول الانفاس اللي في كمان. الدنيا. محدش. اللي اتقطع نفسه مين بقى؟ احمد راتب. يا صحيح يا عيني. كلمني بالتليفون. منك لله. ايوه. انا نفسي اتقطع. انا مالي ومال رقي الحبيب ومال مش عارف ايه. قلت له والله ما انا ده حكيت له بقى حكايه الشيخ سيد يعني. بس كانت دي من مفارقات ام كلثوم الطريفه.